شيء أريد أن أشكر الصحفيين اللي حضروا معنا للبو الدعوة وحضروا معنا وعبروا على أنهم يعطيوا اهتمام لشأن الجامعة والجامعة ديالهم وذلك شيء من خلال الأسئلة الحقيقة الواجهة والاقتراحات اللي كانت واجهة لتحسين ظروف الطالب وتحسين ظروف الطالب في المؤسسات اللي تميزت به سنة 2016 كما قدمت لكم في العرض واحد العدد ديال المؤشرات. المؤشر الأول هو أنه كان عندنا عدد كبير قياسي منذ خلق هذه الجامعة ديال المتخرجين تقريبا أكثر من 2400 متخرج في جميع المؤسسات. كذلك على صعيد البحث العلمي أنه كان واحد تطور ديال المنشورات المصنفة ذاك العام كانت 250 هذا العام وصلنا 363 وهذا كيبين بأنه الدعم اللي كيتقدم على صعيد الوطني وكذلك على صعيد الجامعة ولا كيعطي الأكل ديالو والبحث العلمي ولا كيقدم واحد المنتوجات لا بأس بها. كذلك اللي لاحظنا أنه عدد ديال الدكاترة وصل تقريبا 680 طالب مسجل في الدكتوراه وهذا الشيء كيفرح وهذا اللي غيكون هو الأساس ديال البحث العلمي مستقبلا. والجديد هذه السنة هو أنه جامعة شعبة كليل انتقلت من 5 ديال المؤسسات إلى 6 المؤسسات. المؤسسة الجديدة هي المدرسة العليا للتكنولوجيا ديال سيدي بنور فتحت هذه السنة في أسوار كلية الآداب في انتظار أنها البناية ديالها تهيئ إن شاء الله وتنتقل لها السنة المقبلة بسلكين ب 80 طالب في دبلوم ديال دي يو تي جيني انفورماتيك وتكنيك دو مانجمنت. كذلك اللي لاحظنا انه عدد الطلبه في جامعه شعب الدكالي في عدد متزايد سنه بعد سنه. هذا العام كاين واحد الرقم قياسي ديال 23500 طالب اللي مسجله في 6 المؤسسات. وكذلك كان واحد المجهود في المؤسسات الاستقطاب المحدود بحال لانسا والوستي بزياده في الاعداد ب 20% ديال الطلبه الجدد اللي غادي يدخلوا. والسنه المقبله كان واحد التصور في الوزاره السنه المقبله غادي يكون واحد الزياده ب 30%. وإلا لاحظتوا انه مع تكاثر اعداد الطلبه وهذا الشيء كيفرحنا انه الجامعه قايمه بواحد العدد ديال الترميمات وتوسيعات داخل المؤسسات باش تهيئ الظروف الملائمه لهاد الطلبه باش يدرسوا في ظروف احسن. وكذلك كما قلت لكم بانه توصلنا هذا العام ب 50 اكثر من 50 منصب استاذ ان شاء الله اللي غادي يدعم الطاقم البيداغوجي لتحسين الظروف وتحسين التاثير. شكرا لكم.